مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم في تغطيه خاصه من تلفزيون اليوم السابع لتطورات اسعار الذهب في السوق المحلي والسوق العالمي وهنتعرف في تغطيه النهارده على ابرز مستجدات حركه الذهب عالميا ومحليا وكمان هنتعرف على اتجاهات السوق الفتره اللي جايه ولكن قبل ما نروح لكل المعلومات دي لازم نعرف دلوقتي اسعار الذهب بتسجل ايه؟ هل فيها انخفاض ولا استقرار ولا ارتفاع سواء في السوق المحلي والسوق العالمي؟ طبعا بدايه كده اسعار الذهب اللي انا هقولها على حضراتكم دي مفيش فيها اضافه المصنعيه ولا اي رسوم تانية المفروض بتدفعها وقت الشراء او رسوم بتخصم وقت البيع يعني كل الاسعار اللي هنقولها ده عباره عن سعر الذهب الخام واحنا بنتكلم دلوقتي والاسعار دي طبعا قابله للتغير وحضرتك رايح تبيع او تشتري ربما تلاقي فيه زياده او نقص نتيجه تغيرات عوامل العرض والطلب اللي دايما بتخلي اسعار الذهب مستمره طول الوقت فيها تغيرات على مدار الساعه زي ما احنا متعودين وعارفين بداية كده أسعار الذهب النهاردة تسجل استقرار ملحوظ عند مستويات 1690 جنيه العيار 21 طبعا ده العيار الرئيسي في سوق الذهب هنا في مصر اما العيار الثاني هو عيار 18 ده العيار الثاني من حيث حجم المبيعات بيسجل مستويات 1449 جنيه وقت يعني قراءه هذه النشره اما 24 عيار 24 وده عيار السبائك الذهب في مصر وطبعا وقت ما تروح تشتري سبيكه لازم تعرف عيار 24 بيسجل مستويات 1931 جنيها في تداولات اليوم واخيرا سعر الجنيه الذهب بيسجل مستويات 13520 جنيه واحنا بنزيع النشره دي طبعا هذه الاسعار قابله للزياده او النقص مع التطورات المستمره في حركه البيع والشراء لانه عوامل العرض والطلب هي اللي بتحكم في سعر الذهب اما السعر العالمي للاونصه قفل على مستويات 1840 دولار للاونصه طبعا يعني قفل لان السوق بنتكلم على انه بيغلق وقت يوم السبت والحد من كل اسبوع بيحصل عمليه اغلاق للسوق في البورصه العالميه النهارده كان في تصريحات مهمه لاسامه الجله سكرتير شعبه الذهب في الغرفه التجاريه اللي قال فيها ان هناك انخفاض كبير في مبيعات جنيهات الذهب والسبائك بنسبه تصل الى 50 في المية قياسا على الربع الأخير من عام 2022 وطبعا دي فترة ذروة الطلب على المعدن النفيس في العام المنقضي مرجعا سبب الهبوط في مبيعات الجنيهات وسبائك الذهب إلى تراجع حدة القدرة الشرائية للمواطن والمستهلك في سوق الصاغة هنا في مصر وأضاف الجلة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك تحرك في مبيعات المشغولات الذهبية والتي كانت تشهد حالة من الهبوط في المبيعات وذلك مع حركة بطيئة ومحدودة لسوق الذهب هنا في مصر مؤكدا أن سلوكيات المستهلك هي المحرك الرئيسي للأسعار في الفترة الحالية وكمان أسعار أو نص الذهب العالمية هي بيكون لها كلمة أيضا في تحريك أسعار الذهب وأشار سكرتير شعبة الذهب في تصريحات له إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات 1690 جنيها في تداولات اليوم وذلك لسببين الأول هو تراجع سعر أو نص الذهب في البورصة العالمية اليوم يغلق السوق عند مستويات 1840 دولار، اما السبب الثاني حدوث تراجع ملحوظ في الطلب في السوق المصري هنا، واكد الجله انه الفتره الحاليه تشهد عمليه هدوء كبير في حركه البيع والشراء في الذهب، وان حجم الطلب على المعدن النفيس يشهد تراجع ملحوظ، وان مرحله الطلب العنيف كانت لها اثار على الاسعار لكافه الاعيال المتداوله هنا في مصر. وهو ما تسبب في حدوث حاله من التراجع الملحوظ في اسعار الذهب في الفتره الحاليه وبشان اتجاهات السوق في البورصه العالميه او توقعات الذهب زي ما بنقول اكد الجله ان السوق العالمي يتعرض لضغط كبير من اتجاهات البنك الفيدرالي الامريكي لرفع اسعار الفائده لتصل لمستويات غير مسبوقه عند 5% وهذا يضغط على الذهب عالميا بصوره كبيره لكن على المدى المتوسط اكد الجله ان ان سعر الذهب هيعاود الارتفاع مره تانية وقد يصل الى مستويات 2000 دولار ده كان بالنسبه للتصريحات المهمه اللي جت من شعبه الذهب تعليقا على اداء المعدن النفيس على مدار الاسبوع وان شاء الله في تغطيات جايه هنقول لكم على كل ما يحتاجه المستهلك علشان يتعامل مع تغيرات اسعار الذهب وكمان هنعرفكم اتجاهات سوق الذهب في الفتره اللي جايه وفق التوقعات سواء من بنوك استثمار عالميه او من شركات ومنصات تحليل وضع سوق الذهب هنا في مصر والبورصه العالميه. نشكر حضراتكم لحسن المتابعه وانتظرونا في تغطيات اقتصاديه جديده تاتيكم من تلفزيون اليوم السابع.